عندي فرصه اليوم باش لاسمكم جميعا الانديه ديال القسم الوطني الاول والقسم الوطني الثاني اللي تنبغي نشكرهم على المساهمه ديالهم في اقتناء الحافله الخاصه بفريق النادي البنيطري اللي تعرض لحادثه سير مؤخرا، وكان انخراط واسع ودير الجميع بدون استثناء من جميع الانديه المنضويه تحت لواء الاصول الوطنيه لكره القدم الاحترافيه من اجل اقتناء حافله لنادي البنيطري. احنا اليوم المبلغ موجود في اتصالات مع الشركه ديال الحافلات باش نقتنعوا بحافله النادي البنيطري، هذا النادي المرجعي، نادي اللي تنقول دائما يكون في يكون معنا ويكون بيننا. اليوم هذه المناسبه اللي باش تقدم لكم انتم بالشكر الدرجه الاولى على المساهمه ديالكم كانديه ديال القسم الوطني الاول والقسم الوطني الثاني، وهذه المناسبه اللي بينات بان الانديه واخا عندها المنافسه ولكن منافسه شريفه، كيجي لحظات ديال التضامن ولحظات ديال التآزر ومشيه من المغاربه بلا كره القدم، انها دائما حاضرين هذه اللحظات، فهنيئا لنا جميعا وشكرا لكم مره اخرى. اولا لسان الجمهور القنيطري كيشكرك على المبادره اللي خديتي توفير حافله للنادي القنيطري بعد الحادثه. ذكرتو كنا حنا جايبين السؤال، ولكن خلال الاشغال ديالكم واخا ما كانتش مدرجه في جدول الاعمال تكلمتوا على فريق النادي القنيطري ونورتوا بهذا الفريق وتمنيتوا انه يكون معكم. اولا هي مبادره ديال العصبه الوطنيه لكره القدم الاحترافيه بكل مكوناتها، وعلى راسها الانديه ديال القسم الوطني الاول والانديه ديال القسم الوطني الثاني اللي ساهموا بمبالغ ماليه. مشكورين الانديه اللي جمع واحد المبلغ مهم جدا اللي بموجبه غادي نقتنيوا ان شاء الله حافله جديده من يعني من مستوى الراقي لفريق عريق متميز على الصعيد الوطني واللي تستاهل الكثير، واللي احنا تنشوفوه في هذه الفتره مغبون ويتألم، نتأسف له كذلك ونتألم له كذلك، ولكن كمبادره من جهتنا كبطوله احترافيه ماشي كعبد السلام بالقشور، ولكن كعصبه وطنيه لكره القدم الاحترافيه فبادرنا، لانه كان حدث لانه مؤسف حدث ديال حادثه سير، وكان ضروري اننا نبينوا كمغاربه اولا وقبل كل شيء، وكذلك كعصبه وطنيه لكره القدم الاحترافيه على شكل من الاشكال التضامني، وكذلك على التعاضد فيما بيننا ان نؤازر اخواننا في القنيطره، وفريق الكاك كيستاهل كل خير، وكنتمنوه يرجع في اسرع الاجال، وبغيناه يكون بين حاضره المحترفين، لان البطوله الاحترافيه بدون كاك ما غاديش نسميها شي حاجه، ولكن لو كانت الكاك لربما غنشوفوها في حله ازهى وارقى وبمردود تقني اكبر بجمهورها وبلاعبها وبتاريخها وبعمقها التاريخي الرياضي. الكاك ايقونه ديال كره القدم بالرقيقيه ديالها، باللاعبين اللي عطات المنتخبات الوطنيه وخصوصا فرق الكبار. تحيه للجمهور الكاكاوي، تحيه للمواطن داخل القنيطره، وتنقول له الله يخليك الى من خارط لصالح الكاك باش تعود الكاك بين احضان العصبه الوطنيه لكره القدم الاحترافيه. شكرا.